السلام عليكم. معنا اليوم سي مصطفى أبيض، رئيس اللجنة التنظيمية بفريق الرجاء الرياضي البيضاوي. سي مصطفى أبيض، مرحبا بك في موقع ديال الأنصار فريق الرجاء البيضاوي، ديما ديما رجاء.com. شكرا ومرحبا بكم انتوما. سي مصطفى ابيض، يعني اللي القليل اللي كيعرفوه بزاف ديال الجماهير ديال فريق الرجاء البيضاوي، سورتو الشباب يعني اللي ديال هذا الوقت هذا كيف ما كنقولوا، ما كيعرفوش سي مصطفى ابيض انه عنده واحد التجربه كبيره في ميدان التنظيم وفي ميدان التسيير فريق الرجاء البيضاوي. نبغيو نعرفوا شي حاجه من هذا الشيء سي مصطفى. هو اولا قبل كل شيء تحيه رجاويه لجميع الرجاويين داخل الوطن وخارج الوطن بصفه عامه، وتحيه رجاويه للمنخرطين ديال دي دي ار بصفه خاصه. تحدث لنا سي مصطفى، الله يجازيك بخير، على التجربه ديالك في ميدان التسيير والتنظيم فريق الرجاء البيضاوي. مشواري كان فيه تقريبا 30 سنه دوز فيها جميع المناصب، فيها الكتابه العامه، فيها الامانه العامه، فيها كنت تريزوري نائب امين المال شي من 81 الى حدود الساعه، فمريت مع عدد ديال المناصب وخديت تجربه كبيره، ونتمنى على الله انه يكون عندنا الخلف اللي يمكن حتى هو يتمرن ويدخل لهذا الميدان، لان الميدان ماشي سهل، ميدان خصو عمل، خصو جديه، خصو اجتهاد، خصو عدد ديال الامورات باش يمكن الانسان يقدر يمشي بهذا ينهض بهذا الفريق. اتمنى على الله ان هاد الشبان اللي كاينين يطلعوا ناس اخرين اللي غادي يقدروا نعطيهم التجربه ديالنا ويستافدوا منا ويكونوا هما الخلف ان شاء الله. ان شاء الله. اللي كنبغيو نعرفوا سي مصطفى، يعني هو اللي الناس شويه بعاد منه، هو شنو الدور اللي كتقوم به اللجنه التنظيميه داخل فريق الرجاء البيضاوي، وشنو هما الحدود ديالها، وفين كاين الاختصاصات ديالها، وفين كتدخل يعني التدخلات ديالها. هو اللجنه التنظيميه في حد ذاتها، قبل ما نتحدثوا على اللجنه التنظيميه، هي اللجنه التنظيميه كيكون النجاح ديالها فاش؟ كيكون النجاح ديالها شكون اللي كينجحها 100%، وهو الجمهور ديالها، الاقبال الجماهيري، واللي هما كيساعدوا في التنظيم، حتى كتهيئ التنظيم. على ذكر التنظيم، كاين هناك اجتماعات كدار في كل اسبوع، كتستقبل فريق الرجاء هنا، كنعملوا يوم الخميس، كتكون فيها ممثلين ديال الشركه ديال الامن الخاص، تكون فيها منخرطين اللي هما كاينين في اللجنه التنظيميه اللي كيصرنا كنشكرهم على العمل اللي تيقوموا به. كتوزع الاختصاصات على جميع الاخوان المنظمين بما فيهم الامن الخاص، وهذوك المكونات كلها كدير واحد العمل داخل مركب معن الخميس، بدايه الساعه 9 صباحا حتى كتسالي المقابله، ومن بعد المقابله كتجدد العمل الحسابيه وكتم الحسابات ديال التذاكر سيدو سويت. يعني رئيس اللجنه التنظيميه الى صح التعبير تكون بحال كوموندون دبور، اول واحد كيطلع للطائره واخر واحد كينزل منها. يعني كيف ما كتقول سي مصطفى، هذا عمل كبير. غير اللي كنبغيو نعرفوا يعني الحدود ديال الاختصاصات ديال اللجنه التنظيميه، فين كتبدا وفين كتسالي؟ بالنسبه للنادي، بالنسبه للنادي يعني التنظيم في الملعب، واللي كنعرفوا ان اللجنه التنظيميه كتسهر حتى على التنظيم يعني في المركب ديال التدريب، تنظيم الفريق، الرحلات ديالو، كيف كنقولوا لي ديبلاسمون، لا داخل المغرب لا خارج المغرب. من طبيعه الحال اللجنه التنظيميه داخل في اختصاص ديال الامور كلها، يعني التدريب كلها اللي كدار جراء داخل الاسبوع في الوزيز، اللجنه التنظيميه كتسهر باش توفر الامورات كلها اللاعبين باش تدوز التمارين التدريب على احسن ما يرام. زيد على ذلك خارج الدار البيضاء كان تم احجاز الحجز ديال الفنادق بالنسبه للاعبين، السفر ديالهم، يعني صار على الراحه ديالهم حتى انه تدور الامور في المسائل اللي تنبغيو حنا. الوغ فيما يخص النقطة الثالثة اللي تكلمتوا عليها، ما تذكرش شنو قلتوا لي فيها. النقطة الثالثة يعني كان اللي نبغيو نعرفوا هما الأدوات والآليات اللي كتشتغل بهم اللجنة التنظيمية، يعني الأدوات اللي كتشتغل بهم لا في التنظيم ديالها في المركب، لا التنظيم ديالها خارج المركب، يعني ونبغيو نأكدوا على الأدوات اللي كتوفرهم اللي كيوفرهم النادي للجنة. لا اللي كاين كما قلت لك في البدايه، بانه تعاقدنا مع شركه ديال الامن الخاص، هي اللي عندها المسائل كلها، حنا كنعطيهم تعليمات كيفاش كيبغينا التنظيم يكون، يعني كنوفروا لهم المسائل اللي بغاو وكيسهروا على التنظيم. يعني بطبيعه الحال تيكون رئيس اللجنه التنظيميه هو اللي كيسير الامور كلها عن كتاب من البدايه ديالها حتى النهايه، هذا هو الاشكاليه اللي كاينه.
والاليات الله يجازيك بخير. يعني فريق الرجاء البيضاوي شنو وفر للجنه التنظيميه؟ كنعرفوا ان اللجنه التنظيميه كتحتاج يعني المصاريف كبيره، كتحتاج هادشي الناس بزاف ديال الناس كيجهلوه. يعني بغينا نعرفوا واش يعني فريق الرجاء البيضاوي كيتيح جميع الاليات وجميع الادوات باش هاد اللجنه تشتغل في ظروف مزيانه؟ يعني يمكن نقولوا اننا مهنين عليها. لا هي 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 ما فيهاش مشكل، جميع الاليات كلها متوفره في النادي عندنا، لان نادي الرجاء نادي عريق، جميع المسائل كلها متوفره ليه. يعني بالبدايه ديال سميتها يعني كتكون مقابله هنا في مركب محمد الخامس، يعني كتم طبع التذاكر. فيما يخص المركب محمد الخامس حد ذاته حاولنا نقسموه على ثلاث اقسام. يعني القسم الاول وهو المقصوره اللي احنا حددنا لها 20,000 درهم للمقصوره، وهذه المقصوره فيها كراسي ديالها مرقمه، ويمكن صاحبها الى ما جاش كتبقى فارغه. زيد على ذلك دابا احنا بصدد تفكير، وحنا بدينا في هذه العمليه واخا ما نجحاتش 100%، غتنجح 50% 60%، مع المده غادي توصل 100%، وهي الاماكن المرقمه اللي هي ديال 200 درهم. بدينا هذه العمليه، بدات لنا تعطي نتيجه ان شاء الله عما قريب. كاين لي لوج، يعني ديال الناس اللي زابوني اللي عندهم لي كارت ديال 1200 درهم، صوبنا لهم الاماكن ديالهم، هما منظمين على حق مطرقهم يعني، ولكن تحت الاشراف ديال شركه تي اس ام، هي اللي مقابله المسائل التنظيميه ديالهم. يعني ما باش ما يكونش خلط، لان شحال من واحد تيقول لك بانه اللجنه التنظيميه ما تدخلناش نجلسوا هنا وما تدخلناش نجلسوا هنا. كاين واحد الجانب كله داخل في اختصاص اللجنه التنظيميه، وكاين واحد الجانب اللي هو مقابله شركه تسام، اللي هي مقابله لي زابوني ديالها ديال 1200 درهم زائد لي سبونسور، يعني المستشارين ديال النادي. اللي جبنا يعني كيف ما كنقولوا جبتي اسم ديال شركه تي اس ام، يعني كجماهير يعني كتبغي تعرف، كتسمع على هذه الشركه، يعني ولات كتسمع لها مؤخرا، واللي كنعرفوا ان الشركه كتشتغل سنوات كبيره وكتشتغل مع فريق الرجاء البيضاوي. يعني كنا كنعرفوها في الماركتينغ، ودابا كنشوفوها حتى في اللجنه التنظيميه. يعني واش هذا يعني فريق الرجاء البيضاوي يحتاج لهذه الشركه باش تعاونوا، ولا يعني الشركه اللي كتحتاج لفريق الرجاء البيضاوي داوي باش دير المداخيل ديالها؟ هو في كلتا الحالتين واحد تيكمل الاخر، لانه مادام كديرش كتعاقد مع شركه اللي هي كتوفر لك جميع المسائل للنادي، وثانيا تتحيد لك ديك الشبهات، يعني حتى باش الانسان يبقى مقابل ماركتينغ سميتها. كاين الشركه اللي مختصه في هذه الامورات، هي اللي كتجيب مستشارين، هي اللي كتصرى على هذه الامور كلها. ويعني اللي بغينا نحدثوا السي مصطفى الله يجازيك بخير على التنظيم خارج مدينة الدار البيضاء، يعني مؤخرا يعني هاد السنتين ولا ثلاث سنوات الأخيرة، يعني أن لقينا أن الجمهور ديالنا كيتعرض لبزاف ديال المضايقات خارج مدينة الدار البيضاء. لقينا أن بعض المرات يعني كاين ملاعب اللي كيكونوا يعني كيديروا لقاءات في البطولة عاديين ب 10 دراهم 20 درهم الورقة ديال الدخول، في اللقاءات ديال فريق الرجاء البيضاوي كتقدر تطلع حتى 50 درهم حتى 60 درهم، وفي السوق السوداء توصل حتى 70 درهم 80 درهم. دونك واش ما كاينش واحد النظرة أننا غادي ندخلوا تشوف يعني تنظيم الجمهور ديالنا يعني ونسهروا على الراحة ديالو خارج مدينة الدار البيضاء؟ هو بالفعل مع الاسف فرق كلها ماشي بحال فريق الرجاء. كتشوف فريق الرجاء في التنظيم ديالو هنايا، حنا ملي كيكون فريق خارج الدار البيضاء كنحاولوا نتصلوا بالناس المنظمين ديالهم ديال الفرق اللي خارج الدار البيضاء باش نسقوا معاهم فيما يخص الجمهور. انا بدوري كنسق مع الناس ديال الامن باش يعرفوا الناس شحال العدد اللي جاي، هذه امورات كلها. بالرجوع للكلمه اللي قلتي انه كاين تذاكر كتعمل 20 درهم و50 درهم الى اخره، هذه واقعه وقعت بالفعل، وقعت في الخميسات فقط، من غير الخميسات انا ما شفت، او ربما الا ما خدني الذاكره مع الكوكب او المحمديه، المهم شي من هذا القبيل. ولكن الاغلبيه بصفه عامه ما كيديروش هذه المسائل كلها، مي كنحاولوا مش ما تنحاولوش، ولكن كل واحد كيفاش كيشوف المنظور ديالو. لكن احنا اللي كيهمنا انه من الناحيه الامنيه كنحاولوا نتصلوا الناس الامن باش يصاروا على المحبين ديالنا والمتفرجين ديالنا باش يمشيوا بالسلام ويجيوا بالسلام. سي مصطفى ما كتشوفش معايا ان يعني من غير تدخل ديال بعض الناس اللي غيورين على الفريق، يعني الجماهير خارج مدينه الدار البيضاء كيف كنقولوا محتاجه لواحد التدخل، يعني كيف كنقولوا شويه رسمي من فريق الرجاء البيضاوي باش يعني يوقف مع راس المال ديالو، يعني طبعا اللي كنقول هو الجمهور. وهادي ما كنبخلوش على راس المال ديالنا، راس المدينه هو الجمهور طبيعي، ما كنتش تدخل عليه، انما كنديروا فوق الطاقه ديالنا، ولكن فوق طاقتك لا تلام.
سي مصطفى، نبغيو نتحدثوا شويه على التغيير في اللجنه التنظيميه مؤخرا في اللقاءات ديال فريق الرجاء البيضاوي في مركب محمد الخامس. شاهدنا بعض التغييرات، شاهدنا اجتهادات، شاهدنا يعني ناس اللي وجوه جديده في اللجنه التنظيميه. واش يعني تبغيو تاكدوا لنا ان هذا تحديث شويه ديال اللجنه التنظيميه ولا غير يعني هذا صدفه في التنظيم والسلام؟ لا، انا عامل بحال في اللجنه التنظيميه كمدرب. اللاعب اللي المنظم اللي كيبان ليا بزاف كنجلبوا للجنه عندي على اساس باش يشتغل داخل الجنه، ونتمنى انه يكون منخرط وكنطلب منه باش يديروا انخراط ديالهم. علاش؟ باش على الاقل يستافدوا من التجربه ديال اللجنه التنظيميه، ولما لا ان شاء الله لان المخرط راه هو مسير الغد يكون ان شاء الله غدا نشوفوا في واحد من الاعضاء اللي معايا كاين توا في اللجنه التنظيميه وريدي صار عليه، وهذا شرف كبير بالنسبه لي انا. الا يمكن نتحدثوا شويه سي مصطفى على قانون الشغب مؤخرا، يعني كاين واحد الضجه اعلاميه، كاين ناس بزاف كيهضروا على قانون مكافحه الشغب في الملاعب، وهذا القانون يعني بزاف الناس كيجهلوا انه راه كيمس حتى اللجنه التنظيميه. كاين قوانين يعني جذريه في اتجاه اللجنه التنظيميه ديال جمع الفرق الوطنيه. يعني نبغيوك تحدث لنا سي مصطفى شويه على هذا القانون. هو القانون انا في نظري واش اللي بصدد التفكير فيه، وهو هذا القانون الشغب خرج لحي الوجود، فيه حتى جانب ديال رئيس اللجنه التنظيميه، اللجنه التنظيميه عندها حتى هي عقوبه في هذا الصدد هذا. ولكن انا بصدد التفكير على اساس غادي نجمع الناس رؤساء الجمعيات وكاع الفعاليات اللي كاينه على اساس غادي نعرضوا عليهم قانون الشغب باش يمكن يقدروا يوريو الاخوان المحبين المتفرجين، وانا تنخاف عليهم في هذا القانون اللي كاين وخاصه والديهم. يعني انا تنفضل وتنصحهم من هذا المنبر على اساس انهم يمشيو مع الفريق ديالهم ويشجعوا الفريق ديالهم ويحترموا الخصم ديالهم، وكاع اللي كاين في الشغب خصهم يحيدوا عليهم من تما، لانه هو شغل خطير كثير. التنظيم ديال الجمهور، يعني التنظيم ديال الجمهور كيدخل توا في اختصاص ديال اللجنه التنظيميه، هذه الحاجه من الحوايج اللي يعني بعض الناس حتى هما كيجهلوها. يعني التنظيم ديال الجمهور عرفنا انكم كديروا اجتماعات مع الناس ديال جمعيه المحبين، مع لي زولترا، مع كاع الناس اللي كيكونوا قراب من الجمهور واللي كيتعاونوا على هذا الاساس. يعني نبغيو نعرفوا العلاقه ديال اللجنه التنظيميه بالجمعيه ديال المحبين وباللي زولترا. انا اولا ما عنديش مشكل مع الجمهور، لانه ماشي انا اللي عطيته الرتبه الاولى، راه محدد الرتبه الاولى خاصه النادي الرجاء. جمهور الرجاء محتاج الرتبه الاولى، خصو يبقى محافظ عليها، خصو هما الناس يعرفوا غيديروا الشغب داخل سميتو. خاصه كتشوف الحمد لله كيكون مقابله كبيره كدوك لي ديفو، كعدو عدد ديال المسائل كتفرح، شكلشي تفرح، وانا تنشكرهم من هذا المنبر وتنتمنى على انه يزيدوا اكثر، وكاع اللي يبان فيه الشغب يعلمونا به على اساس نخليو هذيك المسائل كلها نقيه، ويكون جمهورنا حضري ذواق يجي يتفرج كره ويرجع فحالو بدون شغب وبدون اي شيء. دونك كنا كنهضروا على يعني كنا ضد الشغب في الملاعب، ولكن واش ما كتشوفوش معايا سي مصطفى ان كاين بعض المتدخلين في اللعبه اللي كي يعني بتصرفاتهم اللي غير مسؤوله ولا تصرفات اللي كنقولوا تقليديه يعني اكل الدهر عليها وشارب، انهم كيدخلوا في تفعيل الشغب بطريقه غير مباشره. كنشاهدوا بعض التدخلات ديال رجال الامن اللي كتكون شويه صلبه، كنشوفوا يعني ناس اللي كيكونوا شويه بعاد من التنظيم الرياضي وكياخذوا سلطات اللي ما كتخوش لهم هذا الشيء، وكيفعلوا يعني الشغب في المدرجات ديالنا. انا جد متفائل بانه مستقبلا الجمهور ديالنا ما باقيش فيه الشغب. اللي كاينه واحد الشير ديما في قليله اللي هي كتنيد مناورات على اساس الهدف ديالها حوايج اخرى، سرقه او الى اخره. ولكن كما رجعت ما قبيله وقلت لك بان الجمهور الرجاء راه محتل الرتبه الاولى، خصو يبقى محتفظ عليها، لانه كيضرب به المثل لا داخل الوطن ولا خارج الوطن. كنتمنى انه يجتهد ويزيد اكثر. سي مصطفى، يعني في الختام ديال اللقاء ديالنا معك نبغيو تقول لنا واحد الكلمه مفتوحه للانصار ديال فريق الرجاء البيضاوي عبر موقع ديما.رجاء.com. من هذا المنبر كنحيي جميع الرجاويين بصفه عامه ولا داخل ارض الوطن ولا خارج ارض الوطن، والجمهور والمنخرطين ديال دي دي ار اللي نتبع معهم وغادي معهم في سميتها، وكنطلب اي سؤال كان واي مشكل كان يقدر يطرحوه، انا راه الاشاره. هذه كلمه يعني كنشكرك عليها سي مصطفى، ويعني بغيتي تضيف واقيلا شي حاجه؟ تفضل سي مصطفى. وتنتمنى على اساس نطلب من الجمهور
باش يخليو اللاعبين يتمرنوا في خاطرهم ويخليهم مكونسونترين على اساس، لانه لا يعقل انه اللاعب جاي وفوضى نيضه والمساي كذا، ما عمرنا ما نوصلوا للمساي كلها الا بغينا الخير لهذه الفرقه. يعني خصنا كل واحد يعرف الحدود ديالو، هذا هو اللي تنقول لهم. كنشكرك سي مصطفى، وكنتمناو لك معك لقاء اخر ان شاء الله في الايام القليله المقبله ان شاء الله.